نبقى في الملف التركي، حيث صدر مؤخرا كتاب إمبراطورية الدم حقيقة الوجود التركي في المنطقة العربية للكاتب والباحث أسامة السعيد، والذي يكشف أبعاد وتاريخ الوجود التركي في المنطقة العربية. أبرز ما جاء في الكتاب نتعرف عليه معك هبة. إليك. إذن عبد العزيز، يقول المؤلف إن انعكاسات الوجود التركي في المنطقة العربية على مدى 5 قرون منذ الغزو العثماني لها لا تزال ممتدة حتى اليوم، ويتجلى ذلك من خلال المحاولات التركية للاستيلاء على أراضي وثروات عدد من الدول العربية لإعادة إحياء المشروع العثماني القديم. ويوضح المؤلف كيف يحاول إردوغان ونظامه استغلال الأوضاع السياسية المضطربة في العديد من دول المنطقة لاختراقها والهيمنة على ثرواتها. ويناقش الكاتب أيضا عددا من الأفكار التي حاولت العثمانية الجديدة ترويجها، ومن بينها أن سيطرة الدولة العثمانية على المنطقة العربية كانت فتحا، وهو ما يتناقض مع مفهوم الفتح في الإسلام. ويستعرض الكاتب أيضا طبيعة العلاقة بين تركيا ومصر عبر مراحل تاريخية مختلفة، موضحا كيف كانت مصر هدفا دائما لتآمر الأتراك بهدف القضاء على دورها في المنطقة أو على الأقل تهميشه. ويورد المؤلف في كتابه الكثير من الحقائق التاريخية وانعكاساتها في محاولة لاستعادة الوعي وفهم بعض حقائق الواقع.